إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام سبورت. البدري يستبع 13 لاعب من قائمة الأهلي أمام بتروجيت. ومن الجمهورية الأهلي وأتلتيكو قمة السلام ضد الإرهاب. من بوابة أخبار اليوم، البدري يضم 23 لاعب لقائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت. ومن الوفد الشناوي عينه على المونديال. من الوطن سبورت تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي أمام بتروجيت. ومن الشروق سعد سمير يعود للتدريبات الجماعية خلال أيام. من فيتو الأهلي يخوض ميرانه الأخير في برج العرب الليلة. ومن دوت مصر ثلاث لاعبين سوبر على رادار الأهلي في انتقالات يناير. من الأهلي دوت كوم ربيعة جاهزوا لمواجهة بتروجيت واختبار طبي جديد لسعد سمير. ومن يورو سبورت عربية آخر خطوات الأهلي قبل مواجهة الأسباني. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.